تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب بوقف بث القنوات السورية على قمري عرب سات ونايل سات في بداية حزيران من العام الماضي وفشلهم في تحقيق هدفهم، دفعوا بإرهابيهم المرتزقة إلى استهداف الإعلام. فكان تفجير مبنى الإخبارية السورية في 27 من حزيران نفسه قبل عام مضى. والآن نستمع إلى الإرهابي باسل العلي الذي شارك في جريمة التفجير، ويتزامن هذا البث مع الفضائية السورية الإخبارية السورية، لنتابع. عام كامل أسدل ستائره على التفجير الإرهابي الذي استهدف الإخبارية السورية في منطقة دروشابر في دمشق. الإخبارية التي لم تتوقف ولو لدقيقة واحدة عن رسالتها الإعلامية واستمرت بتقديم شهدائها في سبيل قضية وطن، كشفت لمشاهديها حقيقة العملية الإرهابية في القصة الكاملة، لتضع النقاط على الحروف في صراع الإرهاب مع إعلام الحقيقة. مجموعة من الإعلاميين والعاملين في قناة الإخبارية الشجاعة لن يرهبوا إعلامنا السوري ولن يرهبوا الروح التي تعمل بها الإخبارية السورية ما دمنا على روح رجل واحد وعلى قلب رجل واحد وقسم واحد، والأهم على روح الحرية قتلة المجرمون، ملكوا أدوات إرهابهم وصبوا جام حقدهم على الإخبارية السورية للنيل من كلمتها لكونها كشفت كذبهم وعرت فكرهم التكفيري. وها هو أحد من شاركوا بتفجير الإخبارية، المدعو باسل العلي، يروي لنا قصة الإرهاب التي امتزجت بدماء شهدائنا. تعرفنا عن نفسك. باسل محمد العلي، منطقة دروشة. أنت كنت من ضمن الأشخاص اللي شاركوا بتفجير الإخبارية. نعم. تحكي لنا كيف بالبداية، كيف حضرتوا للعملية؟ أنا كنت ببيتي، اتصل فيني شخص يقربني اسمه محمد دحام من منطقة دروشة كمان، قال لي تجي، هو بيقربني يعني بيصير من نفس العشيرة اللي أني منها، فقال لي بتجي لعندينا على بيت أبو ياسين، محمد ياسين كمان بدروشة. فرحت لعنده الساعة 1 بالليل، فكان موجود هناك محمد عسود وخالد أسعد وهو محمد دحام، شخص ملقب بالحجي من بيت جن، ما بعرف اسمه بس بعرفه ملقب بالحجي، يعني الكل بيقولوا له الحجي، هو الراس الكبير. وكان هناك زاهر دروبي وباسل حسياني ورائد حج حمود وشخص اسمه زكريا نور الدين من كناكر ملقب بالكناكري وغالب أسعد، كانت المجموعة كاملة يعني موجودة. أنت يعني تابعين لجبهة النصرة؟ تابعين لجبهة النصرة. خبروكم أنه راح تروحوا الإخبارية؟ لا، هم ما خبرونا لسه، أول ما وصلت لسه ما حكونا أنه نروح. فالحجي صار يقولنا يعني اليوم عنكم عملية جهادية، بدكم تفوتوا على الإخبارية السورية كونها قناة مغرضة، قناة على طول تكذبنا قدام القنوات الأخرى، يعني على طول تكذب جبهة النصرة. قالوا لك انه الاخباريه قناه مغرضه. نعم استاذ. مغرضه لمن؟ مغرضه لقناه جبهه النصره، انه عم تكشف كذبهم على القناه التلفزيون، يعني عم تكذبهم قدام الناس وقدام العالم. يعني التقارير والاخبار والصور اللي عم تنشرها الاخباريه ازعجت النصره. نعم ازعجتهم، فضحتهم للناس. فضحتهم للناس، فاضطرهم تفجيرها يعني اقتحامها. لهذا السبب قاموا بقتل الناس اللي موجودين فيها وفجروها. نعم. الانطلاق كان بعد منتصف الليل، حيث اجتمعت عناصر جبهة النصرة الإرهابية في منطقة قريبة من دروشة، وكان التنسيق بين الظلاميين ليتحركوا وبحوزتهم العبوات الناسفة. بعدها جهزنا حالنا كافة المجموعة عبارة عن خالد أسعد وباسل حسياني وزاهر دروبي ورائد حج حمود، وكان معنا كمان غالب أسعد
واحمد مجحم محمد ابن اخوه محمد دحام وموسى محمد، وكان معنا كمان احمد اسعد اخوه لخالد ونواف اسعد كمان اخوه لخالد، وكان معنا غالب كمان اخوه لخالد. فجبنا فان اتش 1 من الحديثات مسروق كان معنا، جبناه واتجهنا باتجاه الاخباريه. فكان في هنيك عم يستنانا زاهر دروبي وباسل الحسياني معهم سياره ثانيه فيها عبوات ناس، سياره فوكس بيك اب. انت بتعرف البناء قبل لا تفوت؟ لا رايح لعنده سابقا؟ البناء انا ما بعرفه قبل ما يتعمر يصير اخباريه. بعرفه لما كان استديو تصوير. انطلقتوا لهنيك؟ انطلقنا لهنيك. قبل ما نوصل على المبنى كانت السياره عم تستنى انا فيها زاهر دروبي وراد حج حمود وباسل الحسياني، السياره الفوكس كانت عم تستنى انا على راس شارع الاخباريه. فمن الجهه الثانيه من جهه طريق نسله كانت في مجموعه ابو الدجانه من كتيبة أبو الدجانة على المواتير، كانوا أشخاص كثار يعني، كانوا كثار كثار يعني مجموعة كثيرة. يعني دخلت معهم للمبنى؟ لا هون كنت برا لسه، ما دخلت على المبنى. أخذت السيارة ورحت صفيتها على جنب على رأس الشارع راقب الطريق محل ما كانت السيارة. ففاتت سيارة الفوكس فيها رائد حج حمود وباسل الحسياني وزاهر دروبي، دخلت على المبنى. بعد الدخول إلى مبنى الإخبارية تحرك الإرهابيون ووزعوا مهامهم، كما طلب منهم الحجي وهو من يقود هذه المجموعة الإرهابية ويفتي لها، لتبدأ عمليات أسر الموجودين في الموقع وعمليات السرقة. فبعد ربع عشر دقائق ربع ساعة اتصل فيني خالد قال لي ادخل على المبنى. فدخلت على المبنى. لما دخلت على المبنى لقيت صافف الموظفين والعمال على الحيط. خالد اعطاني بارودة وقال لي اللي يتحرك من يوم اطلق عليه النار. كنت انا وغالب وهاني ذيبان واقفين عم نحرس الموظفين والحرس. اطلق النار على احد؟ لا لسه ما اطلقنا النار على حدا. فدخلوا لجوا على المبنى لجوا، صاروا يجيبوا بالكاميرات والأجهزة يحملوا. كانت في قسم من المجموعة هو باسل حسياني وزاهر دروبي، كانوا عم فخخوا العبوات الناس في حوالي المبنى عم يزرعوا من العبوات. فهون اجت سيارة أنتر يسوقها واحد من زاكي اسمه عاصم الفهاد، أنتر كبيرة مشان يحملوا فيها الشاشات والكمبيوترات واللابتوب. حملوا فيها، اجى لعندي خالد قال لي روح جيب الفان وتعال. لما رحت اجيب الفان صار اطلاق نار. قبل الفان، قبل تروح الفان، انت كنت واقف شاركت باطلاق النار، عملت شيء للحرس لا لا هون لسه ما اطلقنا النار على حدا ولا حدا ولا قتلنا حدا هون ولا حققنا مع حدا ابدا. بس لمينا جوالاتهم اول ما فتت قال لي بتلم جوالات الكل وتحطهن بكيس. فلميت الجوالات من جميع الموظفين يعني ما حدا عارض، اعطوني اياهم حطيتهن بكيس حطيتهن على جنب. ما قتلنا حدا لسه. اخذت بس الجوالات ولا الهويات ايضا؟ لا لا بس الجوالات. طيب. فقال لي روح جيب الفان. رحت اجيب الفان سمعت صوت اطلاق نار. فرجع لما رجعت لقيتهم عم كاتلين الناس، في اخر واحد عم يذبحوا محمد بالسكين ذبحوا. محمد اسود. محمد عبده اسود اسمه. كان عم يذبح شخص. ايه. فلما طلعنا لبرا في شخص ورا المبنى مصطفى الحسن اسمه. اطلق علينا النار من ورا المبنى، صار يطلق علينا النار. اطلقنا عليه النار فقتلنا. انت شاركت باطلاق النار؟ ايه. فمات. لما مات رحنا لعنده اخذنا جواله مبلغ 3000 ليره وهويته. هون عرفنا اسمه انه مصطفى الحسن. طيب من ضمن الاشخاص اللي كانوا موجودين مربطين وانتم عم تحاولوا تقتلوهم، تتذكر اسم احد الاشخاص اخذت موبايله او اخذت هويته؟ هويات من اللي مات ما اخذنا، اخذنا بس جوالات. بس جوالات. انا لميت الجوالات، قال لي لم لي الجوالات حطهم بكيس. هو خالد اسعد. هون كان صاير التفجير ولا لسه؟ كان لا لسه ما في تفجير. كنا كلياتنا جوا بقلب المبنى يعني. كانوا لسه عم يحملوا الاغراض من المبنى يعني، الشاشات واللابتوبات والكمبيوترات. طيب ليش قتلوا الشباب اللي كانوا موجودين؟ ما بعرف. بعد ما قتلوهن وقتلتوا هذا الشخص اللي اسمه مصطفى الحسن، شو عملتوا؟ عملنا فتنا لجوا فوتنا الفان، في واحد اتصل بخالد. قال له اجى الامن. كانوا مفخخين المبنى ومفوتين لعبوات الناس على المبنى. فلما
وحكى له انه اجى الامن، قال اطلعوا بالسياره. جينا طلعنا بالسياره، ظل ورانا زاهر وزاهر دروبي وباسل حسياني وراد حج حمود. راد حج حمود من عرطوز، هو كمان فلاح من فلاحين عرطوز. فلما طلعنا من المبنى، بعد ما قطعنا المبنى تقريبا بشي 200 متر، اخذنا كمان سرفيس من الاخباريه. فبعد ما قطعنا فجروا المبنى. بعد الانتهاء من السرقه، زرع الارهابيون عبوات الاجرام داخل اروقه الاخباريه وفق مخطط مسبق بين عناصر النصره في دروشا، وتلقيهم دعما اضافيا من مجموعه الارهابي المدعو ابو دجانه. اعدام وحشي لموظفي الاخباريه بالاسلحه الرشاشه، وذبح احد حراس المبنى حسب اسلوب جبهه النصره وتنظيم القاعده. الاخباريه التي اخافت جبهه النصره كما يصف الارهابي باسل. هلا مين الاشخاص اللي دخلوا على هي الغرفه؟ هذا زاهر دروبي اول واحد لابس قميص نسكم، وهذا خالد اسعد. شو بيشتغلوا هذول؟ زاهر دروبي كان يشتغل نجار موبيليا، وخالد اسعد كان يشتغل دهان وحرامي حطب، يبيع للناس يعني يقص الشجر ويبيعه للناس. شو كانوا عم يعملوا هون؟ كانوا عم يسرقوا اللابتوبات والشاشات والكمبيوترات والكاميرات ياخذوهم من برا. هذا الوقت انت وين كنت؟ كنت برا عم احرس الحرس والموظفين طلب المبنى، والبقيه عندك رائد حج حمود كان حرامي مواتير بزماناته، كان يشتغل بالمواتير. انا يعني بعرفه كان حرامي مواتير، كان عنده يشتغل حرامي مواتير. وغالب اسعد ما كان يشتغل شيء، كان يقضيها داير يدور كلاب بوليسيه يبيع للناس، يعني يدور وين في كلب يروح يسرقه ويبيعه للناس. وانت شو شغلتك؟ انا بشتغل حداد الفرنجي. كان عندنا محل بدروشه، هو المحل لاخوي يسعين يشتغل فيه. اشتغلت شيء بالاخباريه قبل لا؟ نعم اشتغلت فيها قبل ما تنبني، اشتغلت فيها قرميد، اشتغلت فيها المكاتب الصغار اللي على اليسار، في مكتب من هون كبير على اليمين انت فاهم، كمان كبير اشتغلت اللي من جهه الباب على اليمين ومن جهه الباب على اليسار. مين الحجي؟ الحجي شخص من مزرعه بيت جن، ما بعرف اسمه، بس كان يعني على طول يقولوا له، هو اللي كان يعرف اسمه هو محمد دحام، هو اللي كان يفتي لنا بالقتل، وهو وكان يفتي بكل شيء يعني. هلا مين هذا؟ زاهر دروبي. هذا زاهر اللي حط العبوة الأولى؟ تمام، هذا باسل اللي فات حط أول عبوة. شو هذا؟ ما بيشتغل شيء، عاطل عن العمل، عم يزرع العبوة الناس. وبنفس الوقت عم نشوف في أحد ثاني كمان جوا. إيه هذا هو اللي جوا، هو زاهر دروبي، أشرت لك عليه أستاذ أول. هذا خالد أسعد اللي عم يفك الكاميرا. عم يفك الكاميرا حتى هلا عم يفك الكاميرا، هذا خالد أسعد، وهذا اللي فات عم هلا كمان عم يشتغل بالعبوة الناس، فهو زاهر فكها. هلا بفك الكاميرا، ما بتنفك معه شلطه شلط. معي استاذ ماشي شمطه شمط، ما انفكت معه. كانوا عم يراقبوا الاخباريه قبل لا يفجروها؟ ايه. من وين؟ من مزرعه شخص سعودي ينطرها واحد يقولوا له ابو حسين الديري. هذا همي من المجموعه تبعكم؟ نعم، منسب لنا. هو كان قبل يشتغل بالمزرعة بالدعارة، فلما دخلت عليه الجبهة وقتلته وجلدته فبطل، صار يشتغل مع الجبهة ويراقب الإخبارية. ومن خلال المكان هذا كنتوا تراقبوا الإخبارية؟ نعم. هلا هون حط العبوة الثانية. تمام، هي العبوة عبارة عن جرة أكسجين تعباية برادات، غاز برادات. العبوة عبارة عن جرة أكسجين غاز، هاي اللي عبوا فيها البرادات، تيجي شكلها ابيض استاذ، الى ايدين تنتين من رقبتها. قديش كم وحده حطوا تقريبا؟ حطوا جوا بالمبنى تقريبا ثلاثه. طبعا هي ما عدا اللي حطوها ببقيه البناء. زرعوا بريه البناء.
هي اللي كانت بالسيارة اللي جبتوها معكم؟ نعم، بسيارة الفوكس كانوا البيك أب اللي كانت مع باسل الحسياني وزاهر دروبي ورائد حج حمود. كيف قمتوا بالتفجير فيها؟ قاموا عن طريق الجهاز فجروا فيها عن بعد؟ ايه، بعد ما طلعنا من المبنى صار التفجير. بعد ما طلعت كافة المجموعة من المبنى صار التفجير. أخذتوا الأغراض؟ أخذنا الأغراض واتجهنا على مزرعة بزاكية عن طريق البساتين، عن طريق حوش زاكية، وإحنا رايحين على زاكية. وين صارت الكاميرات، الأجهزة اللي أخذتوها من الإخبارية؟ بالمزرعة. بنفس المزرعة؟ نعم. اللي كان يتصرف بهيك شغلات هو الحاج جياد الكبير. طيب والسيارة؟ والسيارة اللي أخذناها أخذها باسل على كتيبة خنساء وفي الدجانة بعرطوز. يعني أنتوا كان تحرككم بين الدروشة وعرطوز؟ دروشة وعرطوز وزاكية. الإرهابيون بعد تنفيذ مهمتهم تحركوا إلى أحد أوكارهم ونالوا مكافأتهم لسفكهم الدماء وتدميرهم مبنى الإخبارية. أما السعر فكان 5000 ليرة سورية، ثمن بخس ليسيل الدم على مذبح حرية إعلام حارب القاعدة. سفك للدماء وتدمير لمنبر الكلمة، فيما قنوات الفتنة تعمل على تسويق العمل الإرهابي وتبريره مدعية أن الإخبارية كان مكانا للتعذيب وتخزين للسلاح. منشقين من الحرس الجمهوري هاجموا قناة الإخبارية دون التنسيق مع أي جهة. ونتيجة للاشتباكات حصل انفجار في مستودعات الذخيرة الموجودة داخل مقر القناة. برفقتنا جانا لأنه مركز المخابرات السورية الأعلام. لا مو مظبوط الكلام، لأنه وقت مبنى الإخبارية عبارة عن مبنى صناعي كان. تذكر المكان اللي كنت فيه أنت؟ بتذكر. شو كان فيه؟ كان فيه مكاتب للموظفين، وكان فيه مركز للتصوير كبير، هنجار، يعني عبارة عن هنجار اسمه، فيه مكاتب وكمبيوترات وشاشات تصوير. يعني ما في لا مستودع أسلحة ولا في مكان للتعذيب؟ لا ما فيه شيء، نوب، ما شفنا فيه أي شيء. تدمير الإخبارية لم يكن العمل الوحيد للإرهابي باسل، الذي أقدم أيضا على المساعدة في تفجير القضاء العسكري والهجوم على أحد المشافي في القنيطرة. غير عملية الإخبارية، أنت شاركت بتفجير القضاء؟ لا، سالم هو اللي فجر القضاء. اتصل فيني محمد دحام الساعة 12 بالليل، قال تجي على بيت محمد ياسين بدروشة قبيل مشروع الرواب الجديد. فلما رحت لقيت مجتمع المجموعة كافة، خالد أسعد ومحمد أسود وباسل الحسياني وزاهر دروبي وغالب أسعد ونواف أسعد وأحمد أسعد وهاني ذيبان ورائد حج حمود والحجي الكبير هذا المبجن وشفت سالم سليمان كان موجود عم يحممه. عم يحممه؟ نعم. لشو؟ كونه عريس بده يروح يقابل حور الجنة، حور العين. يعني بده يعمل عملية انتحارية؟ نعم. قالوا له انت شهيد اليوم وانت يا صلاة الزين عليك والصلاة على محمد، وصاروا يعطروه وكذا وطلعوا. شو العملية الثانية اللي هم ايضا يقوموا فيها غير عملية القضاء العسكري؟ مش فاهم. نروح حفاظها بالقنيطرة؟ نعم، محافظة القنيطرة. شو عملتوا فيه؟ فتنا اخذنا اجهزة طبية ومعدات وادوية. طيب هذا مشفى شو تستفادوا منه؟ ما بنستفاد شيء، بس كان معنا اشخاص مصابين. كان معكم أعداد كبيرة من الجرحى؟ أي تقريبا. هذول كانوا يروحوا بالاشتباكات؟ نعم. كنت تشارك أنت بالاشتباكات مع الجيش؟ نعم. طيب ما قبل تروحوا على المشفى بتعرفوا أنه هذا مشفى احتمال أنتم عم تخلوا ناس ثانية تنحرم من الأجهزة الطبية من الأدوية؟ كان كل همهم الجرحى، يعني اللي معنا والمصابين. يعني كنا بناء على طلب الحجي ننزل. الحجي هو اللي كان يحرككم؟ نعم. طيب غيرها؟ كنت بجباثة، انحصرنا بجباثة لمدة تقريبا 5-6 أيام، 4 أيام و5 أيام.
فما كان لا عندنا أكل ولا عندنا شرب ولا عندنا شيء. كيف كنتوا عايشين؟ كان في شخص من جماعة كلينتون من لواء الفرقان اسمه السنفور. كلينتون؟ نعم. ملقب بهالاسم؟ ملقب بهالاسم كلينتون. هو من كناكر، شخص من كناكر يعني. كان بيشتغل سايس خيل عند أهل دارية. كان يشتغل يعني عامل يومية بالفلاحة والكذا، بيفلح على الخيل. طيب كيف كانت توصلكم الأكل؟ تقول إن إحنا محاصرين. كان يجينا من عطريقة إسرائيل، من عطريقة الأراضي المحتلة. في شخص كان معين يجيب الأغراض؟ نعم، اسمه السنفور. معه مجموعة، معه شيء 15 شخص ومعهم ديك أبار. فوتوا يجيبوا الأكل بسيارات عسكرية، بسيارات المدنية، من سيارات العسكرية تبع الجيش الإسرائيلي. كنتوا بتعرفوا أنه عم تجيكم من؟ لا ما كنا نعرف. فلما جاب لنا المعلبات والسمون فسألناه أنه من وين هذا، لأنه كله كتابة أجنبية. فسألناه أنه من وين الأكل، من وين الكذا، محاصرين يعني ما حدا في يجيب لنا أكل أو خبز أو شيء لفوق. فحكى أنه من الأراضي المحتلة. وكنتوا تقبلتوا الموضوع أنه عم تجيكم من الأراضي المحتلة؟ لا خفنا، ما أكلنا المعلبات، أكلنا بس السمون. يعني المعلبات، كل شيء معلبات بعثوا لنا إياها بسلال، ما كنا ناكلها. طيب كانوا يجيبوا لكم شغلات غير المساعدات الغذائية، السلاح كيف كان عم يجيكم هيك بجبات الخشب؟ أنا ما بعرف هالشيء، لأنه كان هو المستلم هنيك هو لواء الفرقان كلينتون. شو هذا كلينتون؟ تحكي لنا شوي تفاصيل عنه. هذا كلينتون يعني بدي أحكي لك شو عنه. شو اسمه؟ ما بعرف اسمه، بس ملقب بكلينتون. إيه. كان بيشتغل بدارية، هو عند أهل دارية، بيشتغل بالزراعة، بيدير باله على الطرش، على البقر، على الغنم، على الخيول، على الحمير اللي عنديهم حشو سامعين. كان يفلح يعني، كان مثل ما تقول سايس خيل، سايس طرش يعني. فصارت الأحداث، صار كلينتون وصار عنده لواء الفرقان، وصار يجي لهنيك بفرس على لواء تبعه على جباته. فرس؟ نعم، يجي راكب خيل لهنيك، ما بيجي بسيارات أو بميتورات أو بشي. ليش ما كان يجي بسيارات؟ ما بعرف، بيجي على طريقة الخيل، طريقة الحرش هيك وهو نازل. يعني احتمال في مكانات أنتم ما فيكم تفوتوا فيها السيارات، فوتوا عن طريق الخيل؟ لا بس هو معه خير. بس هو، بس هو وشخص تاني معه. طيب هلا انت ذكرت ايضا واحد اسمه السنفور. نعم، السنفور هذا هو اللي كان يفوت يجيب لنا سلال الاكل من الاراضي الاسرائيليه عن طريقه الشريط، قاصين الشريط في مكان قاصين منه الشريط. نعم، ويفوت لجوا يجيب لنا الاكل. كان عن طريق شو يفوت؟ في سيارات تنقله؟ كان معنا بيك ابات الهم يعني، كان يفوت بالبيك ابات للواء الفرقان، مسروقة يعني السيارات. كان يفوت يجيب الأكل من السيارات الإسرائيلية ويجي يوزع لنا يعني. يعني كان يفوت لجوا لعند الإسرائيليين جنود الاحتلال؟ نعم. سياراتهم العسكرية؟ لا، يفوت بسياراتنا، بسيارات اللي معهم المدنية يعني. في سيارة تكون عم تستناها مثل السيارة الكبيرة عسكرية إسرائيلية بتعطي السلال. شو كانوا يجيبوا لكم بالسلات؟ كانوا يجيبوا لنا سلة هيك صغيرة يعني فيها أكل لشخص. كان يجينا فيها خبزة سمون هيك كبيرة، وعلب لحم، وعلب مسبحة وفول وكذا. وأغلب الأحيان يجيبوننا علب طون يعني، مثل علبة الطون هيك مرسوم عليها سمكة. في هنيك على الشريط ألغام بشرية منزوعة شايلينها يعني، ومقصوص الشريط عبر. من اللي شايل الألغام؟ هم إسرائيل شايلينها. حتى تساعدكم؟ حتى تساعد، ايه، حتى تساعد الشباب الموجودين جوا يعني جماعتنا. طيب كنتوا تقوموا بعمليات تضربوا فيها مثلا حواجز ما حواجز وترجعوا، كيف كنتوا تفوتوا وكيف كنتوا تجوا؟ كنا نفوت ونطلع عن طريق الخط الاخضر تبع الطوارق، الطوارق الدوليه تبع الامم المتحده. نعم، قوات حفظ السلام. نعم، هذول ما كانوا يوصلوا على جباته، كانوا يوصلوا لمنطقه اسمها طرنجه، وبالليل ما في دوريات. كنا نستخدم هذا الخط؟ كنا نستخدم هذا الخط. هو الحقد والإجرام مقترنا بالجهل، هذا ما يحاربه السوريون اليوم. إرهابي لم يستطع أن يكون أبا صالحا لولديه، أما دموعه فستظل تسيل وتقطر في أرض رواها دم أبنائنا. طيب شو بتوجه رفقاتك اللي موجودين لحد الآن بديك المناطق واللي لهلا عم يمرسوا؟ أتمنى إذا يشوفوني يعني إنه يعرفهم إنه مستحيل يعني، كل شيء عم يشتغلوا غلط. حتى ما في شيء اسمه حور العين يعني، حتى الشيخ اللي عم يشتغل معهم
هو أكبر حرامي يعني. لازم يعرفهم هالشيء إنه بحياته ما صلى إلا عم يصلي، ولا محمد دحام يعني. كان تهجر سلاح ومهرب دخان. بحياته ما صلى يعني. ليش هيك يعني؟ عاملهم وعملهم فينا يعني. شردهم هلا كثير عائلات وكثير أطفال. أتمنى كل واحد هلا من رفقاتي من الشباب اللي كانوا معنا ولسه ما مات يعني ومعه سلاح يجي يسلم حاله للدولة. أكيد الدولة راح ترحمه. ما راح تتركه. صوت الحق الذي حاربوه واستهدفوه وفجروه واغتالوا موظفيه لا زال مستمرا بأداء رسالته الإعلامية التي زكاها بدماء أبنائه واتخذ منها منبرا لإكمال قصة وطن ورسالة الحقيقة. ولكن اكيد انا ما حاشكرهم غير لسبب وحيد بس انه عزيمتنا وايماننا بقضيتنا صار اكبر بكثير. جامعة الدول العربية.